هذا كلام مو دقيق. الحكومة العراقية لا تعطي رواتب للبكك. البكك حزب معارض للدولة التركية. ليش انتم مو العراقيين؟ مشكلة داخلية. ليش انتم مو العراقيين؟ ليش وصل نواب للبرلمان العراقي؟ عراقيين، آلاف المقاتلين العراقيين من الأزيدين وغير الأزيدين الآن ينتمون للبكك وهم جناح ضارب للبكك بسنجار. ليش عراقيين دول؟ هذا الكلام مجرد ادعاء في القنوات. يعني اعطونا عراقي انتمي خارجي فأكيد لابد أنه القانوني يحاسبه. ماكو هذا الموضوع. هم جميع معدودة معروفة. شلون دكتور اياد اسمع شو يقول لك؟ دكتور اياد يقول لك ليش صار اتفاق سنجار لعد اذا الحكومة اذا ماكو حد يعني اذا اتفاق هم مجموعات سيادة النائب هم مجموعات مو عراقية. شنو انا اتفق وياهم يطلعون من مناطق عراقية؟ يعني هذه فتح مفارقة وين الحكومة السابقة ما اعرفه. الاتفاق لم يحصل في حكومة السيد السوداني، كان اتفاق مع حكومة هي حكومة مصطفى الكاظم. من صوت عليها يا الحزب؟ من صوت عليها؟ هسه عوف اللي صوت عليها، خلينا نحل هاي المشكلة هسه. هذه المشكلة أنا أقول إنه ليش انحلت المشكلة مع إيران ولم تحل مع تركيا؟ السبب إنه تركيا غير متعاونة. تركيا لديها أكثر من ملف، لا يمكن أن يقدم العراق أي تنازلات أو أي مساعدة للجانب التركي إذا لم يكن الجانب التركي ملتزم بحفظ سيادة العراق وعدم الدخول إلى الأراضي العراقية. أعطاء حصنة التبادل التجاري. كثير من الملفات اليوم تركيا تستخدمها ضد العراق وتطالب من العراق أن يكون متعاون في هذا الملف. ما قاعد تقبلهم؟ إيه أوكي 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 ما يخالف. هي الحكومة العراقية قاعدة تقبل تركيا وقالت لها تعالي عمي بهالرقبة البكك ما يبقون شهرين بس تعالي انطيني مي انطيني حصة مائية تعالي انطيني كذا أمني لي هاي الملفات أوكي وحاضراني.